إذن مشاهدينا نتحول بكم إلى واشنطن ومؤتمر صحفي لرئيس الصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحديث حول إصلاح الاقتصاد في مصر نتابع. هناك مجال لتحسين المناخ الاقتصادي للشركات على مستوى العالم، كيف يمكن أن نحدث نوعا من التقدم والتطوير للأنظمة المالية والتجارية والشركات الكبرى في العالم؟ كم عدد الأسئلة التي تود أن تطرحها؟ فقط الجزء الثاني من السؤال إن سمحت لي، سؤال واحد فقط فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، هناك تقييمات تصدر من جانب الصندوق بدقة، وهي إحدى الطرق التي تشجع وتساعد على الاستقرار الاقتصادي العالمي. هل يمكن استدعاء السوق الصيني هنا من التطور الاقتصادي؟ نعم. فيما يتعلق بالتجارة، هناك مجالات يمكن أن نتقدم فيها. نعم، هناك مساحة ومجال كبير للتحدث عن التطور التجاري والاقتصادي. أنا أنظر بكل دقة ومتابعة وتقارير التي تأتي من كافة المنظمات وكافة الأعداد والحالات التي تستمر وتحدث نوعا من التطور الاقتصادي في كافة أرجاء العالم. هل أيضا أنظر إلى حدوث طفرات اقتصادية تجارية قد تصل نسبتها إلى 6.5%؟ عندما أرى بعض الانتهاكات لكثير من القوانين منذ عام 2008، فهناك نقاط يجب أن نطرحها ونتعامل معها. هناك نقاط خلاف بين العديد من الشركاء، سواء مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وكثير من الدول، ولكن من الجلي والواضح لنا أن هناك أمل وهناك مجال للتطوير ولتحديث التجارة، وكذلك ليس فقط تطويرا حديثا في هذه اللحظة، ولكن يجب أن يحدث كما حدث من عام 2015 إلى عام 2016. ومن ثم كيف يمكن أن نطور تلك الآليات؟ أعتقد أن المؤسسات الدولية التجارية يجب أن يكون هناك حوار وأن يكون تقييم متبادل وبين كل هذه الشركات. لدينا شركاء وهذه مهمتنا، أن نتابع ونراقب دائما ونقدم الدعم لكل هذه الشركات والدول. يجب علينا أن نتمكن وأن نستمر في هذا المحرك التجاري وأن نقدم له هذا الدعم وقود لهذا المحرك الاقتصادي كي يستمر ويقوى ويحقق أنشطة عديدة. إذا نظرنا على التقارير الأخيرة التي صدرت، من الواضح أن هناك أنشطة وهناك نوع من الإبداع وهناك اتفاقات تجارية تتم على مستوى عالي. يجب علينا أن نراقب ذلك ونستمر في دعمه. إمكانيات التطور يجب أن تستمر في مجال الاقتصادي كما ناقشنا ذلك منذ قليل. نعم، هناك مهام تتعلق أيضا بالإمكانيات والمصادر، ونحن من خلال اتفاقيات ومن خلال قواعد مشتركة وثنائية بين كل دولة على حدة، هناك أيضا تعاون على دولي على مستوى الدول والشركات، ولكن يظل الحوار الثنائي بيننا وبين كل دولة من الأمور الهامة لتحقيق نمو وطفرة في بعض القطاعات التي تعمل داخل هذه الدول. نحن لدينا مبادئ ولدينا بعض البنود التي نتفق عليها مع بعض الدول في مجالات الإصلاح. فيما يتعلق بهذه التقارير التي تصلنا من تلك الدول، فإننا ننظر على عوامل أخرى، عوامل تتعلق بارتفاع الأسعار أحيانا، تتعلق أحيانا بعمليات التمويل، وهناك عوامل أخرى قد تحقق نوعا من السياسات المتراجعة والتي لا نستطيع من خلالها تحقيق كافة الأهداف التي نسعى إليها. سؤال آخر. Thanks.
فيما يتعلق بالتراجع الاقتصادي على مدار التاريخ، وفي منتصف الطريق هناك أيضا عمليات الفساد التي تعوق دائما تقدم ونمو الاقتصاد في بعض الدول الأخرى. كيف، ما هو العلاج لهذا الأمور التي تعوق هذا التقدم؟ هل يمكن أن نشير إلى ما حدث وهذا المثال منذ 25 عاما مضت فيما حدث في فساد كبير في بعض الدول اقتصاديا؟ عندما أنظر على قائمة الدول التي رأيتها، فهناك نمو يحدث عبر الدول وليس فقط في دولة واحدة بصورة سلبية، ولكن هناك البرازيل كذلك، وهناك عملية بناء في عام 2017، وبفضل ويرجع ذلك إلى الدورة والسياسات التي تم الإعلان عنها، بعض من هذه السياسات تم تنفيذها. أتمنى أن يكون الاقتصاد البرازيلي ينمو في عام 2017 حتى عام 2018، ونحن نرحب بتلك السياسات المالية التي وضعتها البرازيل من أجل الحد من عمليات التراجع الاقتصادي، ومن خلال رفع عملية الإنتاج وتجنب عملية التضخم التي قد تحدث وتصاحب دائما عمليات الإصلاح الاقتصادي. هناك إصلاحات يجب أن نضعها، يجب علينا تجنب أيضا عمليات الفساد. هناك الفساد الذي يعوق عملية نمو اقتصادي، هذا التحول الذي تسعى إليه الدول لتحقيق طفرة اقتصادية يجب أن ندعمه بقوة، ومن خلال علاقات اقتصادية شفافة تعكس كل أنظمة التي وأنظمة المراقبة المالية، ويجب أن نركز على مراقبة كل هذه التغييرات من أجل ضمان نجاحها. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، كنا نتابع من واشنطن هذا المؤتمر الصحفي لمدير نقد صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد، التي تحدثت عن مجمل جهود الصندوق فيما لا وصل بتشجيع السياسات الخاصة بإصلاح الاقتصادي في معظم الدول. أيضا تعرضت في حديثها إلى جهود الدول في مكافحة الفساد بوصفه أحد المعوقات لجهود الاستثمار في العالم.